بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف نتحدث عن طريقة الحصول على بيانات المجموعات الجروبس التي أنت عضو فيها في حسابك على الفيسبوك باستخدام الفيسبوك أوتوميشن. الخطوة الأولى هنفتح تيرمينال ونقوم بتنزيل مكتبة الفيسبوك SDK. بنكتب الأمر التالي pip install facebook-sdk ونضغط مفتاح الإدخال Enter. بيبدأ في download and installing the library facebook SDK library، لكن أنا علشان أنا نزلتها قبل كده قال لي requirement already satisfied، يعني هذا المطلوب تم استيفاؤه سابقا. نقفل النافذة دي طالما أنا نزلته قبل كده، وبنبدأ في كتابة الكود. فبنكتب في أول سطر هنا import facebook، يعني استورد لي مكتبة الفيسبوك، وبعدين بفتح هنا متغير اسمه وليكن access underscore token. بفتح هذا المتغير يساوي وأعمل هنا single quotation وأتركه فارغ، وبعدين هرجع له دلوقتي وبكتب هنا متغير جديد مثلا جراف، اسمه جراف يساوي فيسبوك اللي هي المكتبة اللي أنا استوردتها فوق دوت، وآخد منها الميثود جراف API وأفتح هنا براكتس وأضع بداخلها الأكسس توكن اللي هجيبه دلوقتي من الفيسبوك. في الخطوة اللي بعدها بفتح متغير وليكن اسمه جروبس بيساوي جراف دوت جيت كونكشن، وبناخد هنا الاي دي بتساوي هنا الاي دي هتساوي يدخل مثلا بمي، المقصود بمي اللي هو الكرنت يوزر، بعد كده كوما، وبناخد الكونكشن نيم بيساوي هنا سنجل كوتيشن، ونكتب هات لي مثلا بيانات الجروبس المجموعات المشترك فيها هذا اليوزر. بعد كده بحصل على الداتا اللي هتجيلي من الخطوة رقم 4، فبكتب هنا متغير جديد اسمه داتا بيساوي جروبس، وافتح هنا البراكتس واقول له هات لي داتا البيانات وضعها بين سنجل كوتيشن. السطر اللي بعده هعمل حلقة تكرارية للحصول على الداتا element 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 by element، فبكتب هنا for مثلا دي ان داتا، يعني هات لي كل عنصر من الداتا print اطبع لي هنا الدي. طبعا لو جيت انفذ دلوقتي مش هينفذ، ليه؟ لان لسه هجيب خطوه الاكسس توكن. السؤال هنا وكيف احصل على الاكسس توكن؟ ببساطه جدا، بتسجل دخول في حسابك على الفيسبوك وبتدخل في هذا الموقع اسمه developerfacebook.com، تدخل على هذا الموقع وبعدين بتضغط ماي اب. بعد ما تضغط ماي اب هنا بيسالك في الصفحه دي قول ابس كرييت اب، فبتعمل هنا كرييت اب، بيسألك هنا نوعه، نوع الابليكيشن بيزنس ولا كونسيومر ولا جيمز، اختار اول واحد بيزنس مثلا، اضغط نيكست. بيقول لك اسم التطبيق ايه، هتسميه مثلا ماي اب، التطبيق الخاص بي ماي اب، وتضغط كرييت اب. بيطلب منك هنا الباسورد، فبتكتب الباسورد الخاصه بحسابك على الفيسبوك، تضغط مفتاح ادخال، يبدأ هنا في عمل كرييتنج للابلكيشن. بنتظر بضع ثواني كده الحساب تم. افتح هنا نافذة تولز واختار جراف API. دي نافذة الجراف API اكسبلورر. لو الاحظ هنا الاكسس توكن الخانة لسه فارغة، لم احصل على الاكسس توكن. طبعا لكي احصل هنا على الاكسس توكن المفروض اضغط على جنريت اكسس توكن، فاضغط هنا على جيت اكسس توكن وجيت يوزر اكسس توكن. هنا بيقوم بعمليه الربط ما بين الابلكيشن وحسابي، فاضغط على كونتينيو وبيذكر لي اسم التطبيق اللي انا انشاته حالا، وهنا وضع لي الاكسس توكن الافتراضي الاول. وطبعا هنا بيديني البيرميشنز، اقول له هنا اد بيرميشن وايفنت، اختار ايفنتس جروب بيجز يعني احداث خاصه بصفحاتي والجروبات، واختار هنا groups access member information، بديني هنا groups access member information يعني معلومات بالمجموعات اللي بتسمح لي بالوصول لان انا عضو فيها.
طبعا هنا لازم يعطي تغيير في الاكسس توكن، فاعمل جنريت اكسس توكن لتاني مره بالبرميشن الجديد ده لكي يضع رموز خاصه به جديده، واختار كونتينيو. تمام كده، وضع لي جروبس اكسس ممبر انفورميشن، تمام، وولد لي جنريت اكسس توكن جديد خاصه بالبرميشن الجديد. كل ما اضيف برميشن لازم يضع رموز جديده في الاكسس توكن. اضغط على هذه العلامه. طبعا لو حبيت اجرب هنا ممكن اجرب في الشاشه دي عمليه الحصول على المجموعات وبيانات خاصه بالمجموعات، فاجي هنا امسح دي فيلدز دي واخد هنا فورورد سلاش واكتب مثلا هنا جروبس مجموعات واضغط سبميت. هعمل هنا تجربه مبدئيه. ايوه كده جاب لي المجموعات اللي انا مشترك فيها على الفيسبوك الخاصه بحسابي، جاب لي هنا النيم الخاص بالمجموعه والاي دي هنا بتنسيق ديكشنري. طيب انا باخد هنا الاكسس توكن ده وبروح لمحرر اكواد واضع هنا في الاكسس توكن المتغير ده واعمل لصق هنا كنترول مع الفي يلصق الاكسس توكن الرموز الخاصه به في المتغير اكسس توكن، وابدا العمل هنا وكليك ران. هنا هيدخل على حسابي على الفيسبوك اوتوماتيك، يجيب لي هنا بيانات كل جروب، يعني مثلا جاب لي الجروب الاولاني نيم البايثون كودينج الاي دي الخاصه به بهذا الجروب، هنا النيم الثاني داتا ساينس وورلد ودي الاي دي الخاصه به، وكذلك لباقي المجموعات اللي انا عضو فيها على الفيسبوك. هتقول لي طب وبعد كده الخطوه التاليه، طب افرض ان انا عايز احصل على النيم، عايز احصل على النيم فقط، نعمل ايه؟ نيجي هنا لبرنت دي دي وناخد هنا سكوير براكتس ونكتب هنا سنجل كوتيشن نيم ونضغط تاني كليك ران، يديني هنا النيم فقط الخاص بكل مجموعه. لو عايز الاي دي الخاصه بكل مجموعه فبنكتب هنا اي دي كليك ران، يديني هنا الاي دي الخاصه بكل مجموعه بدون ذكر النيم الخاص بها، لكن لو عايز الاثنين الاي دي والنيم فبنكتفي بالدي اللي هي بتعمل اتريشن هنا، يعني دوران داخل الكوليكشن الخاص بالداتا، فبتدخل هنا مجموعه مجموعه او اليمنت باي اليمنت. نضغط كليك ران تاني بيديني هنا النيم والاي دي كله على بعض. بعد ما احصل على الاي دي والنيم الخاص بكل مجموعه دي هتكون الخطوه الاولى في ان انا استخدمها في الفيسبوك اوتوميشن لاغراض دعائيه او اغراض تحليل بيانات او تجميع بيانات وتحليلها من مجموعات الفيسبوك. يعني ممكن احصل على الممبرز، احصل على البوستس والاي دي الخاصه بالبوستس وكل ما يتعلق بالمجموعات لكي استخدمها في اغراض احصائيه وتحليليه و دعائية أو تسويقية. إن شاء الله الخطوات دي هنبقى نوضحها بعدين في حلقات مستقلة، بس ياريت نعرف إزاي نعمل الخطوة دي كتمهيد لعملية الفيسبوك أوتوميشن الخاصة بالجروبس فيما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.